رجعنا مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الثالثة هنا في البيت الكبير مع اثنين من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية. هنتكلم معهم أكيد على ملف منتخبنا الوطني، إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا، وكمان على مستوى المنتخب الأولمبي واستعداده لمباراة البرازيل بعد التعادل السلبي مع منتخب كوريا. معنا ومع حضراتكم الكابتن الكبير الكابتن أسامة عرابي. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك. منورنا في البيت الكبير. أهلا وسهلا بكم كابتن عادل. كابتن هاني اهلا بيك. اهلا بيك كابتن اسامه حبيبنا، ربنا يخليك. طيب قبل ما نبدا، معانا على التليفون طبعا الكابتن ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي على التليفون. بنقول لك الف الف مبروك. احنا قلنا في مفاجاه هنا في البيت الكبير ان قناه النادي الاهلي بتفوز بجائزه افضل قناه رياضيه على مستوى الفضائيات العربيه. ده النهارده كان موجود تكريم مهرجان الفضائيات العربية وفوز قناة النادي الأهلي بأفضل قناة رياضية عربية. بنقول جماهير النادي الأهلي كلها ألف مبروك، وخاصة طبعا إيهاب الخطيب المسؤول عن القناة ورئيس القناة وكل واحد اشتغل في هذه المنظومة الكبيرة جدا جدا. قناة النادي الأهلي بتفوز بجائزة كبيرة جدا. بنقول لإيهاب الخطيب ألف مبروك يا إيهاب، وإن شاء الله في تقدم مستمر. تنهاني تحياتي لحضرتك وتحياتي كابتن اسامة عراض، كابتن عادل، تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك مبروك علينا كلنا، مبروك علينا كلنا، مبروك على منظومة الاهلي، مبروك على منظومة قناة الاهلي، مبروك على منظومة شركة لايف اللي بتدير قناة الاهلي، الشركة الكبيرة العملاقة، الشركة الوطنية الكبيرة اللي عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا. والحقيقة الجائزة دي جائزة جماعية زي جائزة الفريق الجماعي، لأن كلنا في شركة لايف بنتعامل بشكل جماعي، وده نتيجة العمل الجماعي. مفيش حد بنخص بيه الجائزة دي مخصوص، لكن هي الجائزة دي تعبنا كلنا وشقانا كلنا ومجهودنا كلنا. والجائزة دي يمكن أول مرة قناة رياضية تدخل تاخد الأرقام الكبيرة جدا لاستبداد كان قوي جدا على مستوى الوطن العربي. مهرجان الفضائيات العربية النهارده كان بيكرم يعني نجوم كبيرة جدا جدا في مجال الفضائيات والرياضة والفضائيات، وبالتالي لما تكون قناة النادي الأهلي الأفضل عربيا ده لقب كبير جدا ومسؤولية كبيرة بنحطها على عاتقنا في المرحلة المقبلة. لسه بنقول اللي قناة الأهلي فيه وده من شركة لايف، لسه في أمور كتيرة جدا بفضل الله في المرحلة الجاية. لازم نوجه الشكر لإدارتنا العليا في شركة لايف، طبعا بخص كمان الأستاذ محمد كامل والأستاذ محمود عدلي. النهارده الأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف هو اللي استلم الجائزة نيابة عننا كلنا وعن شركة لايف. مبروك لكل مشاهدي قناة الأهلي، مبروك للعاملين في قناة الأهلي، مبروك علينا كلنا صفحة ومن أول السطر، وإن شاء الله في انتظار أعمال أخرى وجوائز أخرى. مبروك علينا كلنا كابتن. ألف مبروك. وزي ما أنت قلت يا إيهاب، يمكن ده مجهود كبير جدا جدا، يعني من أكبر واحد في القناة لأصغر واحد، كله بيشوف شغله بشكل احترافي جدا، خلى الصورة متكاملة في شهور قليلة جدا بعد تطوير قناة النادي الأهلي. القناة اللي فازت النهاردة بجائزة وكان فيها الفوتنج على مستوى الجماهير كمان، وحصلت أعلى معدل من الأصوات. بنقول لك مبروك، بنقول للإدارة مبروك، وبنقول لجماهير النادي ألف مبروك. وجماهير النادي الأهلي كمان مستنية مزيد من البرامج ومزيد من التقدم، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن دايما يا إيهاب. إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن. واللي جاي فيه مفاجآت كتيرة جدا لجماهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية، في برامج جديدة وفي شغل كتير جدا. إن شاء الله شركة لايف حاطة خريطة طموحة جدا في المرحلة الجاية، إن شاء الله تمتع كل جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاداره وكل التوفيق ليك يا ايهاب، وكل التوفيق لكل من يعمل هنا في قناه النادي الاهلي. وباعتراف شخصي انا شايف كل الامور حتى من اصغر واحد لاكبر واحد كله بيتفانى في العمل لتقديم افضل صوره اعلاميه تليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي الكبير وبجماهير مصر كلها بغض النظر عن الانتماءات، لكن بنقدم صوره جيده للاعلام المصري. وان شاء الله المزيد والمفاجات والبرامج الجديده ان شاء الله. برضه يا كابتن طبعا فضل. نشكر اداره النادي الاهلي اللي دايما توفر لنا الشغل الجامد جوه النادي وشغل الفرقه وشغل الفريق اكيد، ونجوم النادي الاهلي الكبار اللي بيظهروا على شاشه قناه الاهلي اللي طبعا بيخلونا دايما رقم واحد، لان دايما الاهلي رقم واحد، قناه الاهلي رقم واحد، وبفضل ربنا اللي جاي افضل ان شاء الله. واشكرك كابتن ان شاء الله. شكرا ليك ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا والف مبروك. كابتن اسامه
كابتن عادل. طبعاً, طبعا يعني جايزه مهمه جدا في وقت صغير جدا. قناه النادي الاهلي بتحقق نجاحات كبيره جدا على المستوى العربي بشكل كبير جدا, و نزداد فخر ان احنا منتمين لكيان كبير زي النادي الاهلي. ما فيش شك في كده طبعا. اي جايزه للقناه جايزه لكل عشاق النادي الاهلي طبعا, بدايه من مجلس اداره لكل العاملين في القناه, شركه لايف طبعا, شركه لايف طبعا, استاذ ايهاب رئيس القناه والعاملين في القناه وكل المنظومه كلها, واولنا طبعا جماهيرنا بتفرح بالحاجات دي. اي انجاز للنادي الاهلي سواء في على المستوى الفني, المستوى الاعلامي, اي مستوى بيسعد الجماهير. والحمد لله حصل تطوير كتير, والحمد لله مبروك للجائزه ديت, وان شاء الله اللي جاي احسن كمان. ان شاء الله باذن الله. هفتح ملفات طبعا, ملفات منتخبنا القومي كابتن عادل. ان شاء الله مباراه بكره مباراه مهمه جدا. قبل ما نروح لمباراه بكره, عايز اخد رايك وراي الكابتن اسامه في انطباعاتك عن المباراه الاولى امام منتخب قطر. طيب خليني عشان انا ما باركتش للقناه يعني وللقائمين عليها واللي ورا الاستوديوهات الكاميرات والناس اللي هي بتتعب قوي, اللي دائما هم الفرسان اللي مش مرئيين يعني. احنا بنشكرهم لانهم ناس على مستوى عالي قوي. النقل بتاعهم والشكل الديكورات والحاجات دي, وشركه لايف والاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عادل اللي بيتعب كتير قوي اكيد, ويعني بيتهيألي انا بشوفه في القناه قاعد شخصيه محترمه جدا, شخصيه ويعني خلاص يعني محترفين قوي قوي قوي, وكابتن ايهاب الخطيب والناس وكل القائمين. ولكن انا بخص لان دائما حتى احنا في كره القدم اهم ناس اللي هم عمال الملعب. صحيح. فاحنا الناس اللي هنا من اول العمال بره الى الاساس المصورين والناس المخرجين كلهم بينقلوا صوره جيده قوي, وصوره فيها احترافيه, وشكل الاستوديو هايل. استوديوهات كتير, فريق الاعداد في كل القناه على جميع مستوى البرامج يعني فريق اعداد على اعلى مستوى, بيقدم محتوى اكتر من رائع. الحاجه الثانيه يا كابتن, انا رحت استوديوهات كتير قوي بره في العالم, يمكن كتير جدا, ممكن تلفزيونات كتيره قوي. فخر جدا الاستوديو بتاع قناه النادي الاهلي, يا ريت فعلا بنادي بقيمه النادي الاهلي. صحيح. وان شاء الله ما النادي الاهلي دايما بنقول لهم يعني ما لما بناخد بطوله بيطلبوا منا الثانيه والثالثه, فانتوا الجمهور عايزكم تبقوا على طول الافضل والاحسن, بيحط مسؤوليه والأحسن اكبر طبعا, وبيحط عليكم مسؤوليه كبيره, وانتوا قد وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. اما بالنسبه لحته المباراه بقى اللي احنا في صدد بنتكلم عليها, يمكن انا السنه اللي هي البعد عن المباريات والتجمعات بتاعه المنتخب هي اللي عملت الاداء ده. ولكن برضو بغض النظر عن اي حاجه, خلينا نبقى فير ونتكلم, احنا بنساند منتخبنا بكل قلبنا. ولكن في حاجه مهمه عايز اقولها لك, يمكن كل اللعيبه اللي لعبوا في المباراه اللي هي اللي فاتت ما عدا بس ابو الفتوح, كلهم لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز ولعيبه الزمالك, اللي هم وصلوا قبل نهائي افريقيا, لعبوا دوري كامل, اشتغلوا مباريات قويه جدا مع الرجاء بالنسبه للاعيبه الزمالك, ومع الوداد بالنسبه للاعيبه الاهلي. فاخر تحضيرات اليوم انا بعتبرها ان هي التحضيرات, هي كان باقي بس اللي هو الانسجام والتجانس بتاع اللعيبه والحاجات دي. لكن انا شفت ان في بطء شويه, والبطء مش مطمن بالنسبه للمباريات الافريقيه. يعني انت رايح تلعبهم بكره, تلعب توجو بكره في الوقت ده, لو انت قابلتهم بنفس البطء اللي احنا قابلناه هنا في مصر ممكن ما تبقاش النتيجة كويسة. لكن بغض النظر في الوقت ده انت محتاج نتيجة بالأداء, أدائك ما كانش جيد, أنا لازم نعترف, ما نقدرش نقول ان احنا أدائنا كان كويس, ولكن الأهم ان انت خدت الثلاث نقاط. أما حتة الأداء ان شاء الله في الأيام الجاية نتكلم عليها. بس أتمنى ودي ببقى سعيد جدا يا كابتن هاني وكابتن أسامة موجود, ان الفرقة لما ما بتكونش بتأدي كويس لكن لما تكسب بيبقى هدف حلو. بمعنى انك انت ممكن ادائك ما يكونش جيد والنتيجه تبقى مكسب, بعد كده ادائك يتعدل هترجع للبناط اللي انت خدتها. لكن لما يكون ادائك مش كويس والمباراه وتفقد نقاط كمان بتبقى الرجوع اصعب. الرجوع اصعب. فاحنا خطينا نص الطريق اللي هو الاولاني, اللي هو احنا
كسبنا واحنا الاول على مجموعتنا، ولكن في نفس الوقت اتمنى انه يبقى في سنه كده ما بين الكابتن حسام وما بين لعيبته، ان يبقى في شويه ثقه شويه بينهم، يعني يديهم شويه ثقه. دي الحاجه اللي انا شايفها، بس ان هو يديهم ثقه شويه كده بوش بشوش شويه معاهم، هتلاقي الامور احسن. كابتن اسامه، شفت المباراه ازاي؟ الاول طبعا مبروك للمنتخب مصر والجماهير مصر، ومبروك للكابتن حسام والجهاز وكل اللي اشتغلوا في المنظومه. يعني ثلاث نقط مهمين جدا. لكن قبل ما اتكلم على اداء الفرقه، لازم فعلا المقدمات، يمكن عادل اتكلم في جزء منها، مفيش شك انه ظروف المنتخب في الفتره اللي هي فتره كورونا، وقعدت لعيبه كتير جدا، او معظم اللعيبه كانت قاعده تقريبا بغير تدريبات فترات طويله. صحيح الوضع اتعدل بعد رجوع الدوري العام والبطولات اللي اشتركنا فيها اهلي وزمالك وبيراميدز، ودولت قوام المنتخب، يعني قوام المنتخب تقريبا محترفين ثلاثة أربعة، أهلي زمالك بيراميدز وأبو الفتوح طبعا من سموحة، لكن أنا أقصد يعني حاجات بسيطة يعني، لكن المعظم هو ده القوام، وده المنطقي يعني. حتى لما نتكلم على الاختيارات إذا جه مجال، بس لما نتكلم الأول على الأداء اللي حصل في الماتش، تقريبا بنسبة 95% هو ده الشكل العام للعيبة اللي المفروض تبقى موجودة جوه المنتخب، باستثناء يعني ممكن نختلف في عنصرين ثلاثة، كل واحد هيبقى حسب وجهة نظره إن ممكن حد ينضم أو حد، يعني ما فيش اختيارات يعني فيها في جزئيتين بس. يعني ماشي. حتى لو ناخدها سريعا كابتن أسامة، اختيارات يعني أعتقد كان في شويه جدل على اسمين ثلاثه، يعني دلوقتي محمد هاني مش موجود. طب هو كان البديل الانسب كان يبقى احمد توفيق، لان احمد توفيق اصلا بيلعب في وسط ملعب، او كان المفروض يكون احمد فتحي موجود على اساس بيبقى عندك اثنين باك يمين بقوه كبيره. يعني ما انا قلت لك ان تقريبا هنتكلم بنسبه مثلا قريب من نسبه تعدي 90%، يعني لو اتكلمنا على 23 لاعب ممكن جدا هتلاقينا كلنا متفقين مثلا على 21 لعيب او 22 لعيب. هتلاقي في اختلاف بقى ان احمد فتحي فعلا بخبرته الدوليه الكبيره وكونه بيقدر يلعب في اكثر من مركز، طبعا اولهم الظهير الايمن اللي هو الاساس بتاعه يعني، لكن حتى لما بيلعب في الظهير الايسر بيعرف يسد وعنده خبرات كبيره. دي طبعا نقطه من النقط اللي برضو كان مفروض من وجهة نظر ان احمد فتحي يبقى موجود. واعتقد برضو، بس طبعا دي يمكن مش وقتها مع الوقت، من وجهة نظر انا الشخصية، انه واحد زي مثلا عبد الله جمعة ممكن يبقى موجود برضو في الجبهة الشمال. يعني مش شايف فيه يعني اختلافات كبيره قوي، معظم بتوع نص الملعب هم معظم الفراوده والاجناب يعني بنسبه كبيره. طبعا يعني حاجه بسيطه اللي ممكن تبقى ما فيهاش غير علامتين سهل بس. لا وخلينا يا كابتن اسامه نتكلم، الاختيار في وقت زي ده بيبقى اختيار جهازيه، بمعنى انت ممكن يكون في عندك لعيب كويس قوي ومش جاهز، بمعنى ان انت فضلت انك تاخد لعيبه الاهلي اللي لعبوا مباريات افريقيا، وفضلت انك تاخد لعيبه الزمالك اللي لعبوا مباريات افريقيا وبيراميدز برضو، لكن في الوقت نفسه يعني في علامه استفهام على احمد فتحي. يعني انا من وجهه نظري، لو جيت لجاهزيه كمان يا كابتن عادل، لو جاهزيه لا انت تاخد كهربا بدل رمضان صبح قولا واحدا، لو جاهزيه بنتكلم جاهزيه بس. لا دي ممكن، بس لما عادل يتكلم فيها يعني دي وجهه نظري. طبعا يعني انا عايز اقول لك يا كابتن هاني، اهم ما في الموضوع احمد فتحي، ده من وجهه نظري. ليه احمد فتحي؟ انت بتتكلم على ظهير ايمن واحد في المنتخب اللي هو محمد هاني، اكيد في الوقت ده، انا بتكلم على تشكيلته يعني، اكيد في الوقت ده انت في كورونا، انت في مباريات مضغوطه، مباريات جايه من بعد توقف كبير، فيبقى في جهد، هيبقى في اصابه، فكنت لازم تعمل حسابك على كده. فالعلامه الاستفهام الوحيده من وجهه نظري احمد فتحي. اما الاختيارات، انا دائما بحب يعني ما بحبش اتكلم على اختيارات مدرب، لانه هو اللي شايف استراتيجيته، هو اللي بيعمل. وعشان بس الساده المشاهدين يبقوا يعني نبذه كده عن كيفيه اختيار المنتخب والنادي، او الفرق ما بين المنتخب والنادي.
الفرق ما بين النادي انك انت بتبقى مجبر على قائمه، لكن المنتخب انت عندك البلد كلها، عندك اللعيبه كلها، عندك ممكن تاخد لغايه الدرجه العشرة من عندك في بلدك، فانت عندك وفره، فانت بتعمل طريقه اللعب بتاعتك وبتاخد اللعيبه. لكن انا شايف ان في الوقت ده موضوع احمد فتحي، انا يمكن في خلفيات عن الموضوع ده ان هي داخل في حاجات اخرى، لكن احمد فتحي في احسن وازهى وقت ليه في الكوره، اللي هي في نهايته، نهايه يعني بتكلم على الكوره اخر سنه سنتين احمد فتحي دي، فما فيش مانع ان انا استفاد منه اقصى استفاده ممكنه كان في وقت زي ده. وبعدين لما محمد هاني تعور ما فيش مانع انك تجيب احمد فتحي تاني. انت بتتكلم على الانسجام، ما فيش حاجه اسمها انسجام دلوقتي، ده احمد فتحي لعب معاهم طبعا، كان طولت انه هيسافر يعني، الموضوع كان ممكن يعني خلاص ودخل احمد بالظبط ازاي ويروح، اصل ده منتخب مصر، هو ده مش نادي، ده منتخب مصر، انا محتاجه اجيبه بكره، اجيبه دلوقتي. كابتن حسام ماشي، بس في اختيار عادل، اختيار من الاول كبير خالص. وبعدين كابتن حسام قال لك انا برضه بحاول يعني، كان ليه وجهه نظر بيقول لك انا بحاول انزل بالاعمار السنيه، فدي وجهه نظر كابتن حسام وانت احترم، لان انا كنت في يوم من الايام يا كابتن في نفس الموقف يعني، ما كنتش الرجل الاول صحيح. لكن كنت بعرض اسماء، والقائمه كان عليها حتى ايام اجيري كان عليها علامات استفهام كبيره جدا، ما يقدرش يحللها غير المدير الفني. طب انا عايز اقول لك حاجه كابتن هاني، احنا بنتكلم في مباراه توجو خارج الملعب، محتاجه واحد عنده خبره قوي بيعرف يدافع، صح؟ قولا واحدا، قولا واحدا صح. انت لما تيجي تعمل احلال وتجديد ما بتعملوش في المحكات اللي هي بتكون انت فيها في خطوره عليك، بمعنى انا لما اجي اعمل الاحلال بعمل بفرد 2 3، مفيش احلال يتعمل بسبعة 8. وبعدين تعالى نتكلم احلال اللي احنا بنعمله، ده احنا ما بنعملش عادي، ما بنقولش ان هو ده بيقول لك انا كابتن اسامه اتفضل. انا بس بتكلم في ايه، انا مع هاني في جزئيه انه احيانا المدير الفني بيختار لعيبه بشكل معين، بيبقى عنده وجهه نظر، واحنا نفسنا لو كل واحد فينا حط قائمه من 24 او 25 لاعب ممكن نختلف في 2 3 لعيبه، فده بس مش تختلف على احمد فتحي، بس ماشي مع احمد فتحي دي ممكن تكون قضيه تانية، ما وجهه نظر ممكن تكون يعني بره الفنيات يعني، ممكن يكون الله اعرف يعني، مش هنقدر يعني وارد يعني فموضوع احمد فتحي خلاص دي احنا بنقولها، لكن في بقيه القائمه يعني ما فيش علامات استفهام. موضوع كهربا ورمضان، انا من وجهه نظري ان كهربا موضوع طبعا اداري، مش موضوع إداري مش فني. واضحه يعني، لانه حتى كهربا مع كابتن حسام لعب في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر كان اساسي، واعتقد لولا المشكله دي كان ممكن يبقى موجود. دي يعني ممكن تكون حاجه اداريه. بالنسبه لرمضان احيانا يعني كلنا شغالين مدربين، احيانا انت بتختار لعيب ممكن يكون كان مصاب فتره طويله او عنده اي ظروف بعد لاي فتره اي بتاع، بس انت من وجهه نظرك ممكن بتبقى محتاجه لوقت معين انت شايف فيه ان ممكن تجهزه، ودي عشناها مع كابتن جواري وعشناها مع يعني شفنا كابتن حسن احيانا بيعمل كده. ليه الكلام ده؟ لو هي في 5 6 لعيبه تبقى علامه استفهام، لما انا اكون واخد مثلا 23 لاعب وبعدين فيهم مثلا 5 6 مش جاهزين وما بيلعبوش ويعني جزء كبير من القوائم، لكن لما انا ببقى ليا رؤيه في 1 أو 2 من ال 23 ان ده مثلا ممكن انا يمكن اقدر اجهزه وادخله بصوره كويسه. والدليل على كده من وجهه نظري انا الشخصيه، لما نيجي نتكلم في فنيات الجول في الماتش، الوقت اللي لعبه رمضان اجاد فيه يعني، نقل المنتخب رغم ان هم 10 دقائق او 15 دقيقه، بس تحس انه الجبهه دي اتحركت وعمل ضربه جزاء وعمل اكتر من كوره، لان احنا كنا شويه المواقف اللي واحد على واحد كنا محتاجين ناس تقدر تعدي، دي كانت مفتقده في من اول اللقاء، ما كانتش فيها سهوله. الحلول الفرديه، الحلول الفرديه كانت تحس انه اللعب من بدايه الماتش تحضير من تحت من السردباكين والنني، ولعب عرضي ولعب لتحت وهما بيضغطوا جامد في نص الملعب، فما فيش حلول، حصلت بسيطه جدا، احيانا زيزو احيانا تريزيجيه، يمكن تريزيجيه الشوط الثاني اداؤه تحسن عن الشوط الاولاني، زيزو العكس، زيزو كان افضل بعد كده اداؤه هبط.
الباكين ما كانوش يعني طبعا برضو احمد ابو الفتوح وهاني بنشكرهم وبنقول لهم يعني كتر خيرهم، بالذات الشوط الثاني عملوا جيم دفاع كويس، كانوا مقفلين كويس مع الاربعه بعد جبنا الجون، لكن الادوار الهجوميه يمكن خبرات الدوليه برضو والوقت واللعب ممكن يجيبهم شويه. مع ان اعتقد ان هاني خاصه وابو الفتوح كان اساسي بالدور اللي بيقوموا بيه، هو المفروض ادوار هجوميه علشان طبعا علشان مصطفى محمد بيقدموا على مصطفى طبعا محمد. ما انا بقول لك دي لا ما هو دي طبعا انا بقول لك دي عيب، انا مش بقول لك انا بقول انه هم في الجزء الامامي ما اشتغلوش كويس. يعني كانوا بالذات انت محتاج واحد زي مصطفى محمد محتاج له كور عرضيه، ثانيا انت بتلعب بالنني وبعدين عمرو السلاوي وعبد الله سعيد مع احترامنا طبعا الكاميرا الاثنين لعيبه هايلين، ولكن ما كانوش موفقين في الماتش ده، كانوا فيه متاخرين مش بيكملوا كويس، ما فيش كثافه عدديه قدام مع مصطفى ومع فالباكين كان لازم يبقى فيهم متحررين شويه، لكن هم فعلا كانوا واقفين. انا بتكلم مش بقول ان هم ادوا بشكل رائع، ولكن انا بتكلم في الشوط الثاني كان كانوا يعني منظمين مع الونش وحجازي في الشكل الدفاعي بعد ما جبنا، لكن طبعا لازم يبقى ليهم دور هجومي كبير جدا عن كده. فانا بس بتكلم في موضوع الاختيارات، انا مش مختلف بصوره كبيره قوي عن اللي تم اختياره يعني مش بصوره واضحه الحاجه. طبعا يعني انا اول مره اشوف بجد يعني عندنا احنا في مصر بس في المنتخبات الحسابات الاداريه في اختيار اللعيبه، مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم. اختلف اعمل ما بدالك، لكن المنتخب ما تهوبش جنب اختياراتك. ليه؟ لانك انت لما بتيجي تعاقب لاعب انت بتعاقب شعب مش بتعاقب لاعب. افرض لعيب جامد قوي، افرض مارادونا موجود مثلا اخطا عمل اي حاجه، فلما بتيجي تديله عقوبه ماليه تعمله عقوبه وقف، انت بتوقفه عن البلد. انا مش بتكلم على الحاجات الاخلاقيه، لكن انا بتكلم على المشكله. اي مشكله تحصل ليه انا ابعد لاعب عشان حصل موقف ولا مشكله؟ المشكله دي تتعالج بره واللعيب يروح يلعب كره قدم. صحيح. الاتحاد الدولي بيقول ايه؟ متفق معاك. الاتحاد الدولي بيقول ايه؟ لو اختلف لاعب مع نادي اللعيب يبقى في بينهم قضيه واللعيب يروح يلعب. اه طبعا. عقبال لما نحل القضيه ونخلص القضيه يكون اللعيب لعب. فانا بقى اول مره اشوف الحسابات الكتيره قوي. احمد فتحي حسابات، كهربا حسابات. ليه؟ انا مش شايف ان المفترض ان يبقى في حسابات. المفترض اللعيب الكويس اللي يخدم بلدك يلعب، اللعيب الكويس التكتيك عشان الحته اللي الكابتن اسامه اتكلم فيها، حته الهجوم الاثنين الباكات يعني ابو الفتوح وهاني صغيرين عندهم سرعات مهاريين اقوياء، ولكن هي المشكله مش فيهم، مشكلة في التكتيك اللي يطلعهم فوق. يعني احنا دايما بنقول يا كابتن هاني ايه، انت ما هاجمتش النهارده، انت ما هاجمتش، ممكن يكون المدرب مديك مهام دفاعيه اكتر من هجوميه. تمام. الحاجه الثانيه المهمه انك انت ممكن تكون بتوع نص الملعب ما يقولكش كويس وطلعوك في الوقت المناسب انك بصيل، ممكن ما يكونش اتفتح لك الطريق علشان تطلع وتكمل وتروح. لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله ايه في حته الاختيارات يا كابتن هاني، لما تيجي تختار لمنتخب مصر اختار افضل ما عندك بغض النظر على النادي وعلى الانتماء. ممكن تاخد كل الفرقه من نادي واحد، ما عنديش مشكله. روسيا 86 لما جم يلعبوا في كاس العالم خدوا فرقه واحده واخدين منهم 18 لاعب عشان هم اللي كانوا جاهزين وهم اللي كانوا شغالين وهم وهم وهم. انا ما يهمنيش اسم النادي، ان شاء الله والله لو خدتهم كلهم من الزمالك، لو خدتهم كلهم من الاهلي، لو خدتهم من كلهم من بيراميدز، خدتهم من اي حد. بس الافضل في الوقت الحالي، الافضل اللعيب افضل حاله، لان المنتخب انت مش بتمرن، انت بيجي لك لاعب بتشتغل معاه تكتيكيا انت مش بتمرنه في الملعب. خلاص ما فيش وما عنديش وما عنديش وقت. انت ما عندكش وقت للمنتخبات اللي انت قصاد انك انا مرن طبعا. ما فيش تمرين كابتن اسامه بتاخد افضل ما عندناش. ما احنا بنتكلم يا عادل، نرجع تاني للنقطه دي. اتنين لعيبه لما يغيبوا لا معلش، ثلاثه لعيبه دي وجهه نظر. ما هي بقى عادل لازم هيحصل في اختلافات. احنا بس بنقول كل واحد لازم هيحصل وجهه نظر يا عادل واختلافات. انا مفيش كوره في العالم ما فيهاش اختلافات وجهات النظر. موافقك وجهه نظر ايه؟ ما تقدرش يعني تقول يعني انا اقدر اقول ايه امتى؟ لما تحس ان مثلا الشعب المصري بيتكلم على 6 7 8 لعيبه المفروض كانوا يتاخدوا ما اتاخدوش، لكن
حصل ان ممكن وجهة نظر في لاعب او في لاعب اخر الناس شايفة في 23 25 لاعب اتاخده مش قضيه غير عاديه. انا بتكلم فيها، انت بتتكلم على 99% الناس راضيه عن الاختيارات، بس هي بس هو ده اللي انا بقوله. لكن انا متفق مع عادل في جزئيه انه الاجهز هو اللي لازم يلعب الافضل. وانا اعتقد انه اي حد هيجي للمنتخب المصري اول اختياراته هتبقى من الاربع فرق دول، مش عشان انتقاصا من الفرق، من قصدي من الاربع الكتل دي اللي هي الاهلي الزمالك بيراميدز المحترفين الوقت ده. طيب ما هو تقريبا ده كده اللي بيحصل في الوقت ده. ما انا موافق، انا بتكلم في ايه. طب إنه تعالوا نتناقش برضه الفنيات بس نروح ماشي. نطمن على بعثتنا هناك الاستاذ طبعا جمال محمد علي رئيس بعثتنا هناك في توجو. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا كابتن هاني، ومساء على كابتن اسامه وكابتن عادل نجوم مصر، وربنا دايما يوفقنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بك يا دكتور. توفيق ان شاء الله. توفيق يا دكتور. عايزين نعرف من حضرتك طبعا يعني استعداداتنا ايه والاجواء دلوقتي في معسكرنا استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله. هو كابتن هاني يمكن الاجواء بتاعتنا كان التمرين الرئيسي النهارده كان الساعه 4 بالظبط بتوقيت توجو، 6 بتوقيت مصر اللي هو توقيت المباراه. وفعلا كان اداء التمرين كان على مستوى عالي جدا وشارك فيه جميع اللاعبين، وبرضه كابتن محمد النني شارك في التمرين بالكامل وكان متميز جدا كمان. هو محمد شارك مع اسف لقطع حضرتك، محمد شارك بعد ما كانت يعني ولا هو اتمرن وبعدين بعد التمرين كان اتفضل حضرتك اتمرن. هو اتمرن عادي جدا، واحنا عملنا مسح امبارح بعد وصولنا مباشره للفندق. احنا وصلنا تقريبا على الساعة 8 بالليل عملنا المسحة، ولكن للأسف الشديد المسحة ما ظهرتش طوال اليوم رغم ان احنا كنا بنتصل بالسفير هنا الدكتور حسام حسين، اتصل بوزير الصحة وبرئيس اتحاد الكورة وكنا بنتواصل معاهم بصفة مستمرة، وكابتن فضل كلم الاتحاد الافريقي انه المسحات اتأخرت عشان نعرف النتائج عشان ما نفاجئش بأي حاجة صحيح قبل التمرين. ولكن عرفنا بالضبط تقريبا على الساعة 7 بالليل يعني 9 بتوقيت مصر بموضوع محمد النني. مجرد ما عرفنا بيه كان طبعا التمرين كنا خلصنا على الساعه 5:30 التمرين، هو موجود في اوضه لوحده زي كل اللعيبه، يعني كل اللعيبه كل لاعب مقيم في اوضه لوحده. فكابتن محمد بدا الدكتور محمد ابو العلا ياخد كل الاجراءات الاحتياطيه للمحافظه على سلامه البعثه، وده اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله يعني. واللعيبه الساعه 7:30 بالظبط كان فيه العشاء، وكان فيه بعدها محاضره الساعه 8:15 كده بالظبط مع كابتن حسام والجهاز الفني. اللعيبه طبعا متحمله المسؤوليه، حضرتك نجوم مثلته مصر كتير، لا هم متحملين المسؤوليه. ويمكن عايز اقول لحضرتك كمان كابتن محمد صلاح عدد كبير من اللعيبه اتصل عليهم يطمئن عليهم واتصل يحفزهم ان شاء الله للمكتب بتاع بكره، هم متواصلين معاه. يعني في روح قوميه وروح وطنيه وانتماء عالي جدا من كل الافراد الموجودين، والكل متماسك ان شاء الله ربنا يكرمنا طبعا. لكن حضرتك عارف بيتاثر طبعا نفسيا غياب كابتن محمد صلاح وغياب كابتن النني. اكيد اكيد. حتى لو كانوا غايبين، يمكن انا سامح حضرتك، حتى لو كانوا غايبين بسبب اصابه عاديه او غايبين بسبب اي شيء اخر برضه كانت هيأثر نفسيا، فما بال حضرتك لما بيغيبوا بسبب مرض من المرض اللعين، فطبعا اثر نفسيا. ولكن كانت في جلسات مكثفه نفسيا مع اللاعبين، وهم فعلا على قد المسؤوليه، والموجودين ان شاء الله هيكونوا يعني في اجراءات خاصه للاجراءات خاصه للنني. طبعا تم عزله بشكل طبعا شكل منفرد بشكل كبير جدا. في اجراءات خاصه بالنسبه لسفره، بالنسبه ل بعد المباراة السفر هيكون ازاي، هيرجع تاني مع البعثة، ولا في اجراءات خاصة للنني بعد اصابته بكورونا؟ فعلا كابتن هاني، الدكتور محمد ابو العيل على طول مجرد العلم كابتن النني تواجد في اوضته وبدا فعلا ياخد الحاجات اللي هي مخصصة لفيروس كورونا، وفي نفس الوقت بدانا ناخد الاجراءات اللي هي خاصة بسفره معانا ان شاء الله على الطيارة، بيرتدي ملابس معينة في مكان معين. ويمكن حتى كابتن محمد فضل وانا لسه مكلمين الدكتور محمد سلطان في القاهره، انا لسه قاعد مع الدكتور محمد سلطان، حتى الاجراءات الخاصه بمجرد وصولنا هيتم عمل مسحه لجميع افراد البعثه، كل البعثه اللي موجوده هتعمل مسحه ان شاء الله في المطار مباشره
عشان الاطمئنان على حاله كل اعضاء البعثه. وبرضه هيتم الدكتور محمد سلطان بيرتب برضه عمليه نقل الكابتن محمد المني من المطار لمقر اقامته. يعني كل الاجراءات الحمد لله احنا متواصلين معاه، وتم التواصل برضه حتى مع نادي الارسنال من خلال الكابتن فضل وكابتن الاستاذ عمرو الجنايني. يعني احنا كل الاجراءات الفنيه كابتن حسام مركز فيها، واحنا بنتواصل في الاجراءات الثانيه مع الاجهزه الطبيه المتخصصه. اكيد عايزين نعرف برضو من حضرتك الاجواء، لان كان معانا سياده السفير يمكن امبارح هنا في البيت الكبير وكان بيتكلم على الاجواء بالنسبه للمطر، هل في امطار، هل الجو العام مهيئ ان شاء الله لاقامه المباراه بشكل جيد؟ خط قطع. طب نحاول نجيب دكتور جمال محمد علي، لان مهم جدا كمان، يعني احنا بنتكلم على النني ومعرفه النني انه اصيب بفيروس كورونا بعد انتهاء التدريب بتعمل قلق شويه يا كابتن اسامه. يعني على المستوى الفني حضراتكم تقولوا لنا الحلول، لكن كمان على مستوى التوتر بالنسبه للفرقه يعني. اه طبعا ما فيش شك، اي لعيب مهم، واحنا كنا لسه بنتكلم اهميه مثلا واحد زي احمد فتحي انه بيبقى غايب، او محمد صلاح في الماتش اللي فات، اللعيبه اللي هي ليها تقل وخبره بتاثر. انني يمكن مع احترامنا الكامل ليه، اداؤه في الفترات كتيره مع المنتخب المصري ما كانتش مقنعه لما كان بيجي المنتخب هنا في مصر، لكن الفتره الاخيره لما ابتدى يلعب في الارسنال الاداء ابتدى فيه تحسن. وامبارح بقول مش من يعني مش احسن واحد، انا بالنسبه لي حجازي والونش كانوا افضل اثنين يعني، لكن هو كان برضو من الناس اللي ادوا دورهم. يعني ما تقدرش من الماتشات اللي الى حد كبير بالنسبه لي ادى فيها بشكل كويس غير ماتشات تانية كتيره، يعني لانه النني المفروض بيلعب في الدوري الانجليزي ونادي كبير، يبقى اداؤه طبعا كان افضل من اللي كان بيقدمه يعني. لكن هو دلوقتي موجود من العناصر الخبره اللي موجوده في المنتخب، اكيد غيابه ياثر، ولكن الحلول موجوده، ودي برده ميزه ان المركز ده ابتدى يتواجد فيه لعيبه كويسين في مصر. صحيح. يعني الماتش اللي فات طارق حامد ما لعبش، لعب السوليه والنني. الماتش السوليه عنده انذارين، طارق حامد راجع، اعتقد انه حمدي فتحي هو اللي هيبقى بديل النني. طبعا بديل النني، وهتبقى كويسه جدا يعني. حمدي فتحي وطارق اساس يعني، هو طبيعي انه اساسي، وحمدي كان الكابتن حسام بيبتدي يلعبه، ولكن اصابته اتعطل لما عمل العمليه، كان بادئ في المنتخب بشكل كويس في ماتشات الوديه، وكان جايب جون جميل في اعتقد في مباراه من المباريات يعني، كان ابتدى يخش، واداؤه في النادي الاهلي الفتره الاخيره من بعد ما رجع هايل. فانا اعتقد هو ده الحل، هيبقى طارق حامد وحمدي فتحي هم مكان السوليه والنني يعني. كابتن عادل، كابتن اسامه قال نقطه مهمه جدا، ان خلاص في مصر يمكن عندنا بدائل في مراكز كتير، خاصه وسط الملعب. انا عندنا مشكله لغايه دلوقتي في مركز الباك اليمين والباك الشمال. دي حقيقه، ده يعني ده في الكوره في مصر كلها، في كل جميع الانديه، يمكن عندنا عدد قليل قوي من اللاعبين اللي بيجيدوا في المكان ده. ولكن بغض النظر عن اي حاجه، انت تقدر تغير طريقه لعبك. يعني مثلا في ده لغياب النني، بتتكلم على نص الملعب ولا بتتكلم؟ انا بتكلم على انك انت لما بيكون عندك نقص في اماكن مثلا، ممكن تغير طريقه لعبك، لانه الطريقه بيعملها اللعيبه وليس المدرب. على امكانيات اللعيبه انت تقدر تعمل طريقتك يا كابتن هاني. يعني في ممكن تكون انت عندك اظهره ما بتعرفش تهاجم كويس، بتدافع بس كويس، يبقى تلعب ثلاثه فلات، تلعب بيهم ظهير ايمن. محتاج تمرين عادل ومحتاجه شويه ماتشات. لا انا يعني بتكلم على لو هتغير خاصه في طريقه اللعب في فترات صغيره. بقول لك انا مش بتكلم على المنتخب في الوقت ده يعني، انا بكلمك لو عندك ازمه. انت سالتني سؤالك انت، انا بتقول لي في ازمه في حته الباك ليفت والباك رايت في مصر. مش ازمه بقدر منها العدد اللعيبه قليل، غير خط النص عندنا، خط الامامي عندنا اعداد كبيره. لما اخلص بس برضه هكمل في النقطه دي. ماشي اتفضل. علشان كده انا بحب اقول ايه، يعني دايما لما تيجي تاخد على طريقه لعبك، بتاخد العدد اللعيبه الكافي اللي موجود دلوقتي في الوقت الحالي بطريقه لعبك انت. فانا بتكلم مثلا يعني احنا، انت اول مره يبقى عندك 3 4 ديفندرات في مصر، ديفندرات بيدافعوا كويس قوي، متواجدين طارق وعمرو وحمدي فتحي والسوليه، ويعني ناس
يعني لاول مره وفي دونجا كمان صح وفي دونجا لاعب كويس يعني انت عندك مش اقل من 5 ديفندرات على اعلى مستوى اللي طول عمرك ما كانش بيجي الا الديفندر اللي هو الواحد اللي بيجي يلعب طول الوقت في المنتخب فانت عندك العدد الكبير بتاع نص الملعب عندك انت دلوقتي انت عايز تعمل ايه في المباراه اللي جايه عشان انا طب قبل ما نروح للمباراه اللي جايه وكابتن اسامه برضو عايز يعلق على موضوع الباك يمين والباك الشمال نروح فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه وكابتن اسامه كنا بنتكلم قبل الفاصل على يمكن كابتن عادل قال ان الدوري المصري افرز عدد لا باس به من اللعيبه في وسط الملعب اللعيبه الديفندر وكان التعليق ان ما زال هناك بعض المشاكل في توافر عدد يعني مناسب ظهير اليمين والظهير الايسر في مصر وكانت مراكز اكتر من كده. انا في تصوري اكبر مشكله هنا دلوقتي احنا في مصر بنعاني منها تملي المقارنه بالجيل بتاع 2006 و8 و10 وجيل 90. خلي بالك كل مدرب مهما كنت انت كفء بيبقى ليك عنصر توفيق اكيد مفيش شك ان كابتن حسن شحاته مدرب كبير جدا 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 ولا احد ينكر هذا وعمل انجاز لا يمكن يتكرر. ولكن الجيل اللي كان موجود من 2006 ل 2010 كده جيل من الاجيال اللي ما بتتكررش في العالم كله في دول كتيره وانت عشت في المانيا وعارف في دول بيجي لها فترات معينه في جيل معين بيبقى مميز في حاجات كتيره مراكز كلها موجوده أيه. عصام الحضر احسن جون جه في تاريخ مصر مش عارف احمد فتحي من احسن باكات جت في تاريخ مصر وائل جمعه سيد معوض والله يرحمه عبد الوهاب وتعالى بقى الحسني واحمد حسن وحسام غالي وشوقي لدرجه ان في ناس كانت كويسه مش عارفه تروح كان في يعني كان في اربعه روس حربه مثلا عمرو الزاكي كل واحد فيهم وعماد متعب كل واحد فيهم كتاب كل واحد وزيدان كل واحد فيهم كتاب صحيح ابو تريكه وزيدان بركات ده بركات احيانا وزيدان وابو تريكه كانوا بيبقوا على الخط قاعدين احتياط فعلا عمرو الزاكي وميدو وكانوا ساعات بيبقوا قاعدين على الخط صح فالمقارنه تملي سريعه بالجيل ده خلي بالك الجيل ده بعد ما انتهى بعد 2010 12 كده كل الناس اللي جت ورا كابتن حسن مش بقول ان هي اتظلمت في المقارنه لانك انت دخلت على مرحله تغيير حاجات كتيره جدا الحضري مش عارف بطل او يعني ماشي عماد متعب خلاص عمرو زكي بعد مش عارف حسام بطل وميدو وزيدان ابتدى يا دوب الجيل اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح كانوا صغيرين كانوا ابتدوا يخشوا معاهم كانوا لسه زي دلوقتي مصطفى محمد وابو الفتوح والجيل اذا كان مثلا اكرم توفيق بعد كده ولا فلان ولا فلان كانوا دولت لسه هم اللي بيتكونوا فانت في ناس مدربين عانوا 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 والناس مخيلتها انك انت لازم ادائك على طول يبقى زي 2001 او سنه 90 مثلا الجيل بتاع سنه 90 فدي خدت فتره مع مدربين كتير فالمنتخب لما كنت تشوفه من 3 سنين أربع أو 5 مراكز بس اللي تقدر تقول عليه ده لعيب دولي أنا حطه وأنا مطمئن. يا دوب ابتدينا محمد الشناوي بقى 3 سنين هو الحارس الأول كان قبل كده ما تحسش إن في المركز ده بعد عصام الحضري مهزوز. كان طارق حامد مظبوط كان محمد صلاح كان تريزيجيه حجازي ما أنا بقول لك حجازي. تعالى بقى لمعظم المراكز التانية أنت مش عارف مين الباك ليفت. انت مش عارف مين الباك رايت انت مش عارف مين اللي عملها انت مش الاجيال هو بيتكلم على الاجيال اللي تواصل الاجيال مليان يا اما صغيرين ماشي وانا بقول المدربين اللي تعاقبوا على منتخب مصر عادل ما كانوش بالكفاءه بتاعه المدربين اللي اكمل كلامي وانت على انا مش بقول انه ده السبب الوحيد انا مش بقول ان ده السبب الوحيد انا بقول من الاسباب اللي لازم تتراعى ابتدى بقى الجيل دلوقتي ابتدت تتكون بقى عناصر يعني في ناس عانوا شويه ابتدت تحصل عناصر زي ما انا بقول لك كده في الديفندر بقى فيه 4 5 ممكن تقدر حلو الجون بقى فيه الشناوي وابو جبل ومش عارف بسام والمهدي يعني 5 6 وكتير تعالى للاجنحه بقى فيه صلاح وتريزيجيه ورمضان وكهربا وزيزو ومش عارف ابتدت حتى على مستوى السرد باكات عندنا السرد باكات الونش ومحمود علاء محمود علاء وحجازي
ابتدى كان علي جبر فتره يعني موجود. صح يعني ابتدت العمليه تتملي. انت بقى في مركزين ثلاثه لسه فيهم خبرات مش كبيره لسه عايزه وقت. لكن انا مش بقول انه انا كل ده بقول حاجات بعيد خالص عن ان ادائنا امبارح ما كانش كويس طبعا او الفترات مثلا معينه. لكن انا بقول ان في ناس المقارنات انت بتقول المقارنات يعني الناس تقول لك يا عم ده فين ايام مثلا مالو جوزيه او فين ايام ابو تريكا 2006 مع الكابتن حسن. طيب دي بتبقى دي فعلا. طب انا هقول لك دي وكمل عليك بس كلمتين صغيرين قوي صغيرين. ماشي انت بتتكلم على عندنا مثلا خمس مراكز في حراسه المرمى. المهدي 32 سنه، الشناوي 31 سنه، بسام 28 او 29 سنه، مش عارف مين تاني 29. لا بس يعني في جوان صغيرين في الولاد بتوع ام بي و لا انا بتكلم لا انا بتكلم على لا انا بتكلم على لا انا بتكلم على اختياراتنا دلوقتي. ايوه عادي الموضوع طبيعي. لا انا بتكلم انا وجهه نظري في احنا اختياراتنا دلوقتي ده لو كان عندهم 21 سنه اقول لك انت بتعمل جيل جديد. لكن دي اصلا 29 سنه يعني اكتشفهمش بقالهم مثلا بيلعبوا كوره بقالهم 11 سنه ما اكتشفهمش المدرب. خلينا كمل وجهه نظرك. ماشي يعني ما اكتشفهمش المدربين اللي اتعاقبوا على المنتخب. انت بتكلم على جيل 2006. ما هو جيل 2006 في كوت ديفوار احسن فرقه في العالم، في نيجيريا احسن فرقه في العالم، في السنغال كان احسن فرقه في العالم. وكان اقول لك يعني مثلا في كوت ديفوار كان عبد الله ميته، كان هارون دنداني، كان دلوقتي برضه في فرق كده لسه ما لعبتهاش لسه في المجموعات اللي لسه في الاول. لا بكلمك حتى كوت ديفوار في الوقت الحالي نزل مش ضروري كوت ديفوار. الجزائر كانت موجود كانت زي دلوقتي. الجزائر في فرقه بتعلى في عادل 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 الجزائر علي. طب استنى هو كابتن اسامه بيتكلم بالظبط في اللي انت بتتكلم عليه، ان في اجيال معينه في اوقات معينه ان اللعيبه اللي موجوده المتاحه لمنتخب مصر بتساعد المدير الفني طبعًا انه يعمل شغل كويس. طبعا المدير الفني اكمل كلام جاي. ماشي ما عندناش خلاف ما عندناش خلاف. وخلي بالك في ساعات بيبقى عامل التوفيق داخل ان ولازم يكون مدرب كويس. ما بتكلمش في نقطه كويس ولا مش كويس، انك تدير النجوم دي كلها دي عايزه اداره وعايزه حكمه بشكل كويس. فالكابتن اسامه بيتكلم احنا اعتقد بدانا دلوقتي بالجيل ان احنا عندنا منتخب اولمبي كويس وعندنا لعيبه على مستوى الاعمار لا باس بيه، فممكن نبدا تاني نبدا أيوة خلال الاربع سنين الجايين نبقى حاجه كويسه. هو ده اللي انا بقوله. انا بقول حصلت فجوه بعد 2012 عشان كده المدربين يتعاقبوا بعد الجيل بتاع الجيل اللي هو بتاع 2006 و8 و10 عانوا كتير. فابتدى دلوقتي بقول لك في مراكز ابتدت تتملي ما كانتش يعني في بدل ما كانوا مثلا بتدور على خمس ست مراكز عايز تلاقي فيها ناس، دلوقتي بقت مثلا متحدده في مركزين ثلاثه. ما بقتش يعني اللي هو في الدفاع ده مثلا موجود. ايام اجيري ايام اجيري كنا بنتكلم كابتن اسامه حتى انا كنت موجود. راس حرب مثلا كان مروان وكان عليه علامه استفهام. طب كوكا اصله بيلعب مع المنتخب يعني بيلعب مش جاي. فبدانا نفكر في مصطفى محمد لعب معانا مباراه بس ما كانش بهذا المستوى صغير. كان لسه صغير يعني. فده اللي بنتكلم عليه ان لو عندك لو كنا موجودين ومروان في المستوى بتاعه دلوقتي وعندك مصطفى محمد وموجود كوكا بهذا المستوى وعندك حسام حسن موجود وعندك كان هتفرق لحد ما من طبعًا. حته ان مدرب موفق ولا لا يعني الجزئيه دي مهمه جدا. يبقى كده يا كابتن هاني كل فتره في منتخب بيجي لها المدرب المناسب ليها. بمعنى في مدربين متخصصين في بناء الفرق تجيبه، ده متخصص في بناء فرقه جديده انت فاهمني، وفي مدرب اخر ممكن يبقى هجومي وفي مدرب اخر بيبقى دفاعي. انت ارد عليك بس في الجزئيه دي سريعا ارد عليك وهسيب الكابتن اسامه. انك تجيب مدرب يبني فريق يبقى لازم تعمل معاه عقد لمده 4 سنين وما تمشوش بعد سنه او بعد سنه ونص عشان النتائج وحشه. ده اللي بيحصل مع المانيا بطلت العالم، كاس العالم اللي بعديها خرجت من الدور الاول. ايه اللي اتعمل؟ نفس المدرب ونفس السيستم. فانت بتتكلم على جزئيه ثانيه خالص. بتتكلم انك عندك اداره تجيب مدرب احنا والله عايزين نبني فرقه يبقى اديله 4 5 سنين عشان يبني. طبعا احنا بعدنا عن تحليل المباراه بس احنا عايزين نتكلم في دي برضه بس احنا فتحنا النقطه دي. بس اقول لك حاجه، انتوا كلمتوني على اختلافات الاجيال. فانتوا لما نيجي نتكلم على منتخب من المنتخبات اللي احنا بنقول عليه 2006 كان منتخب قوي جدا
لان كان المنتخب قوي وكل حاجه والمنتخبات كانت قويه وكان كمان المدرب كويس. طبعا مدرب كويس ومدرب ينكر فيه لا ومدرب مصر وفاهم العادات وشكل اللعيبه والحاجات ومش دي كابتن حسن بس كابتن جوهري نفسه كابتن جوهري طبعا في جيل 90 طبعا عنده برضه لا ولحظه اقول لك حاجه ما بنقولش انه ده ملهاش دعوه بكفاءه وكان في مانويل جوزيه كان ماسك النادي الاهلي في الفتره دي والنادي الاهلي كان بيمر باحسن وافضل حالات ونادي الزمالك كان بيمر بحالات جيده جدا. انت بتتكلم في الوقت اللي انت فيه لما تيجي تختار مدرب منتخب يجب انك تختار مدرب على الحقبه اللي هي فيها على اللعيبه اللي متواجده. طب كابتن عادل ما حدش بيقول كل الكلام ده ما حدش بيقول دي ما حدش بيقول غير كده. قول لي انت عادل عادل اللي انا عادل نظري فيها يعني ماشي 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 ده اللي مخليني ماشي احنا عندنا قدرات من البرازيل بس البرازيل 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 اه زي 82 وحاجه و90 والكلام ده ما جابوش مدربين بمعنى البرازيل ادائها زي الجيل بتاع فرنسا جيلها زي بتاع بلاتيني افضل احسن دلوقتي فرنسا دلوقتي بطولتين دلوقتي بلاتيني ما خدش ولا بطوله في كاس عالم عادل 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 في 82 اللي بنتكلم عليها لا فرنسا 94 خدت لا فرنسا فرنسا دلوقتي فرنسا من 8 سنين كانت كده. ايطاليا فين دلوقتي؟ ايطاليا ما وصلتش كاس عالم يعني كاس عالم يعني انا عايز اقول ان انا مش عايزين نطول في الموضوع ده بالظبط عايزين نخش برضو في الماتشات. انا بس بتكلم انا جبت الجزئيه دي ليه؟ لانه الاختيارات في فتره معينه كانت متكتفه غير فترات بتيجي عندك وماشيه كبيره جدا صح تقيله وماشيه تقيله يعني اللعيبه بتساعدك بنسبه كبيره في 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 الشخصيه في الخبره في الاداء في هم مدربين نفسهم هم نفسهم مدربين ده حقيقي. يعني ما تتكلم على عصام الحضري ولا ابو تريكه ولا حسن عبد رب ولا احمد حسن ولا ابو بركات ولا عماد مت كلهم هم لعيبه مدربين لا يعني هو كابتن بس عشان نقف عند النقطه دي في 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 اجيال معينه بتساعد المدير الفني انه يحقق بطولات وفي طبعاً. اجيال معينه ما بتقدرش تساعد المدير الفني انه يحقق طموحاته حتى الفرقه على فكره انت اي منتخب في العالم بياخد بطولات لما بتبقى المنظومه كامله متكامله صحيحه. مش عايزين نخرج خلينا نتكلم حلقه ثانيه طيب. طيب توقعات لمباراه بكره عشان برضو عايزين ناخد حاجه على المنتخب الاولمبي كمان ده مهم جدا. مباراه بكره على المستوى الفني كابتن حسام البدري انتوا خلاص التشكيل ما اعتقدش فيه مشكله لكن يعني تفتكر هيبدا المباراه بانهي سيناريو يعني هنضغط من قدام ولا هيكون في تحفظ؟ بص اولا انا مش متخوف قوي زي الناس كتيره في مصر ان احنا يعني الخوف ان احنا مش هنوصل. انا اتوقع بنسبه يعني 95% من منتخب مصري نوصل وغالبا جزر القمر هتبقى معانا. جزر القمر محتاجه نقطه واحده واحنا عندنا ماتش الاخير بتاع جزر القمر هنا في القاهره. ده انا بفترض انا مش بقول كده عشان الناس ما تفهمش كده. لا طبعا كده طبعا بفترض احنا خسرنا ماتشين توجو وكينيا احنا هنكسب جزر القمر وهيبقى عندنا 8 بونت مبدئيا انا متاكد يعني بس انا عارف ان احنا هنخلص من توجو وكينيا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني. فاللي انا اقصده الماتش بتاع امبارح الاداء فعلا مش حلو يعني ما تقدرش ما حدش يقدر يقول غير كده بالذات الشوط الاولاني. يمكن الشوط الثاني لما جبنا الجون مساحات اتفتحت هما كانوا بيضغطوا جامد جدا في نص الملعب ابتدت تبقى في خطوره شويه في الكره العرضيه اللي كانت المفروض تبقى بنالتي لتريزيجيه وما اتحسبتش الكره بتاعت رمضان صبحي ابتدت تبقى في خطوره رغم ان هما اللي امتلكوا السيطره بعد الهدف وده طبيعي انه في اخر ربع ساعه هما مغلوبين او اخر 10 دقائق حاولوا بيتعادلوا ده منطقي يعني. هي بس النقطه ان التغييرات فعلا كانت متاخره شويه في بعض العناصر يعني في عناصر ما كانتش في الحاله بتاعتها يعني مثلا واحد زي عبد الله السعيد ما كانش في احسن حالاته كان ممكن قفشه ينزل بدري شويه ممكن مثلا سولاي ما كانش في احسن حالاته ممكن كان طارق حامد ينزل بدري شويه صحيح ممكن زيزو بالذات الشوط الثاني قال ممكن جدا كان حد يلعب مكانه في الجناح هي دي التأكيد شويه احنا اول تغريه كانت تقريبا في الدقيقه 73 نزل رمضان مكان تريزيجيه والدقيقه 81 طارق حامد مكان عمرو السوليه والدقيقه 87 كان قفشه مكان زيزو وفي الدقيقه 79 لما لا دول الثلاث تغييرات اللي كانوا عندنا بدايه من 73 لغايه 87 يعني تغيير رمضان بعيد عن ان رمضان بعيد عن اللعب ما هو انا سايب دي دلوقتي تمام لكن هو عمل نقله للفرقه
صحيح. انت شايف كان ممكن بدري شويه يعني، شايف ان كان 10 دقائق قبلها بشويه ممكن بس كان ممكن ما يبقاش مكان تريزيجيه، كان ممكن يبقى مكان زيزو مثلا، وزيزو وتريزيجيه على فكره بيساعد بيلعب ناحيه اليمين، ناحيه اليمين ممكن بالزبط. يعني مش شرط يعني، هو الاثنين ابتدوا كانوا تريزيجيه الشوط الثاني فاكتر، يمكن زيزو الشوط الاولاني كان الشوط الثاني ابتدى يقل بس ادى برضه جهد يعني بيحاول. نفس الشيء عبد الله وعمرو والنني، ما كانتش الحركه سريعه في نقل كوره من بدايه الماتش يعني، كان في بطء شويه في نقل كوره، فدي نقط نتمنى انها تتغير يعني. بالنسبه لبكره انا اعتقد انه لازم يلعب بتوازن طبعا، عايز يهاجم لكن خلي بالك توجو دلوقتي عندها نقطه واحده لا بديل لها عن المكسب، توجو بكره لو اتعادلت خلاص بره الموضوع طبعا. فانا اعتقد هيبقوا مجازفين شويه، فدي هتعمل مشكله عندهم في دفاعاتهم، لان هتساعدنا شويه لان هم الماتش بتاع امبارح التكتل اللي كانوا عاملينه في نص الملعب وورا والضغط اللي كانوا عاملينه فيه عنف، ولذلك في ضربتين جزاء 100% ما فهمش كلام بتوع كهربا وتريزيجيه ورمضان لو في فار كانت 100%. وعلى فكره دي كانت تفتح الماتش، ما الناس برده مش يعني، في ناس تقول لك ايه احنا كسبنا واحد، ماشي احنا كسبنا واحد بس برده لو واحده من ضربات الجزاء دي اتحسبت ممكن هم يفتحوا اكتر، تلاقي انت تجيب جون او جونين 3 4 تكسب 3 4 ممكن دي حقيقه. فاللي انا عايز اقوله انه بكره لازم يبقى في توازن، لان انا بقول طبعا ان شاء الله نكسب، وصلنا خلاص اتعادلنا انا بقول برده وصلنا، بس هتبقى بنسبه اقل طبعا غير انك انت كسبت هتبقى خلصت يعني. فلازم يبقى في توازن، بس هي شكل الفرقه باللعب هو هو، انا مش شايف انه يبقى في تغييرات كتيره، الناس اللي اتصابت بس يعني واحد زي زهاني مصاب هيلعب بقى، هو ما فيش دلوقتي غير احمد توفيق، قلنا النني والسوليه هيبقى حمدي وطارق، الباقي بقى زي ما هو زيزو مصطفى تريزيجيه وعبد الله، يعني عبد الله ايه بقى اللي بين عبد الله وقفشه دي اللي ممكن يعني فيها كلام، بس هي المشكله بقى هو غير اثنين دلوقتي في نص الملعب، هل هيغير الثالث؟ بالنسبه للسردباكين هم الونش وحجازي، الباك ليفت برضو اعتقد ايمن اشرف ممكن يبقى ايمن اشرف ممكن، لان هو لعبه قبل كده باك ليفت في ماتش اعتقد جزر القمر او كده لعب على اساس انه ياخد النواحي الجزء الدفاعي افضل شويه. هو طبعا لازم ناخد بالنا بس من الجبهه الشمال بتاعتهم اللي هي فيها اللي ناحيه احمد توفيق لبا كوتجو ده، هو ده افضله والفرويد معقول شويه، فهم هيبقوا ضغطين كتير شويه من بدري، فممكن يغلطوا لان عندهم مشاكل في الخط الخلفي، هم مش وحشين وعندهم اطوال واقوياء بس غشم شويه يعني، عملوا ضربات جزاء سهله يعني ممكن يتحصل فيها يحصل انه هو طبعا التلت الدفاعي بتاعهم عندهم مشكله كبيره، عندهم مشكله. قبل ما ننهي ان شاء الله باذن الله، قبل ما ننهي يا كابتن عادل سريعا برضو جدا رؤيتك للمباراه بكره، وهل في ممكن يغير مثلا مصطفى محمد وينزل الكوكا، ممكن يكون في تغيير عبد الله السعيد بقفشه، ولا انت شايف التشكيل الامثل للمباراه دي ازاي؟ يعني انا شايف اول حاجه اتكلم على تغيير رمضان صبحي اللي غيره هنا، ده كان افضل وقت رمضان صبحي، لو كان غيره بدري شويه ما كانش رمضان قدر، لانه انت عارف بقى له 8 شهور ما بيلعبش كوره، فكان المفروض ان هو اخر 10 دقائق اداله الوقت ده كويس، عشان كده ادى في رمضان صبحي. اما حته طارق حامد وحمدي فتحي اكيد الاثنين اللي هيعوضوا نص الملعب النني والسوليه. الحاجه اللي انا الفكره اللي عند الكابتن حسام المفترض ان هو اللي عاملها، كان عامل مباراتين بينهم 4 ايام، فعامل بلان اول للمباراه بتاعه مصر والبلان الثاني للنتيجه على ضوء النتيجه بتاعه المباراه الاولى، هيعمل ايه في المباراه الثانيه. انت محتاج في المباراه الثانيه انك انت تلعب على التعادل، هو محتاج ان هو يكسب، انت لو لعبت على التعادل ممكن تكسب، تعمل هجمه مرتده منظمه، لكن هي المشكله دلوقتي البديل بتاع هاني محمد هاني مين اللي هيبقى متواجد. الحته الثانيه غالبا احمد توفيق يعني احمد توفيق الموجودين اللي هو يبقى متواجد، ولكن ممكن كمان يغير في مش في السيستم كامل يعني، ممكن يلعب ديفندر ثالث عشان يسد حته اليمين، عشان انت عارف لما بيلعب ظهير يمين بيلعب من هو اصلا ظهير يمين بيبقى عنده اداء افضل وعنده حريه اكتر وعنده دفاع احسن، فانت بتتكلم على احمد توفيق في حته الدفاعيه لانه اصلا نص ملعب، فممكن الحته الدفاعيه بتاعته عشان كده ممكن يزود واحد في نص الملعب تاني علشان يقفل على حساب واحد من الرباع اللي قدام من الرباع اللي قدام، ما افتكرش انه هيلعب برباع قدام،
افتكر يعني الثلاثة اللي هم الثلاثة تحت أيوة راس الثلاثة اللي تحت راس الحرب ما افتكرش انه يعمل كده. انا ممكن اقول لك ان هو كابتن حسام بكره هيلعب 4-3-3 وينزل واحد يعني اقرب من هي 4-1-4-1. المفروض يعمل كده لان الوقت ده انت بتتكلم في بونت عند توجو وانت عندك 5 نقاط، فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم ان هو انت عاوز تخرجه بره الموضوع خالص، فانت يبقى عندك بتلعب على حلين تعادل ومكسب. هو بيلعب على حل واحد اللي هو المكسب بس، ولكن في الاخر اللي عنده قوه شخصيه في مباراه بكره صحيح. اللي عنده ثبات انفعالي من اللاعبين، الحته اللعيبه يبقى عندها هدف ايه اللي هتعمله، الهجمه المرتده لازم تبقى سريعه لان احنا عندنا بطء جامد قوي في الهجمه المرتده. حته مصطفى محمد افتكر انه لازم يبقى متواجد، رغم ان مصطفى محمد ده هيبقى فيه قليل الكورسات لانك انت مش هتهاجم كتير، هتضعف مصطفى محمد شويه، ولكن انا بتكلم على مصطفى محمد هو اللي رجله في الملعب وممكن ياخد احسن ويتحرك ويجيب لك الناس اللي بتوع نص الملعب. طبعا كلام محترم من كابتن عادل والكابتن اسامه، طبعا يعني اراء كلنا اولا سبورت المنتخب.